من بلاغ تاني بقى للمجلس القومي للذوق. فرح اتكلف ما اعرفش يعني، ربنا يدي للناس كلها، اللي معاه عصفور مش عارف ايه في حيره ويجيب عصافير ويطيره. فرح اتكلف البعض بيقول مليار جنيه، البعض بيقول مش عارف كام مليون، ما عندي ماليش مش مهم. بس برضه واخد ترند ليه؟ لانه الناس طالعه بالبيبي دول بملابس النوم، العريس والعروسه والمعازيم. طب يا جماعه لو حد فكر في حاجه تانية بقى، حاجه اوفر اكتر، هتبقى الافراح ملط بقى، مليتي صليتي. يعني انا متصور ده التطور بقى الطبيعي لافراح الساده الكبار، لما انا احاول بقى ادي ايه. طبعا عندنا صور والله العظيم ما قدرنا، مش هنقدر نعرضها عشان الساده الاكابر المحترمين اللي في البيوت المصريه، عشان حضراتكم. انما في المعازيم حاضرين بقمصان النوم والبيبي دول، بنات وستات، والرجاله بالبيجامات وحضرتك وكده يعني، وكده يعني دي حط تحتها 100 خط. هل ده التطور؟ هل ده الذوق؟ انا ما شفتش كده في حياتي. فرح رهيب، وكبار المجتمع وحضروا جمال مبارك وشريهان وفنانين ونجوم ورجال اعمال ومليارديرات. بقى هو بقى في اجماع ما بين الناس اللي حاضره. انا والله العظيم لو حد قال لي تعالى احضر، بصوا لو هي بجلابيه بارتي، لو هي بجامع بارتي وما تتعرضش، ماشي اعمل اللي انت عايزه يا باشا، يعني ده كلوز بارتي مثلا. انما فرح يذاع على المواقع ويتعرض على ما اعرفش ايه وعلى ايه، والناس تروح بالاسف بالملابس الداخليه، ده مش ذوق خالص. ده بقى انا بعمل بلاغ للذوق العام. خلاص انا بشكركم، وهعرض صور الكوميكسات خلال الاسبوع. دي حاجه جديده كده بنعرضها يوم الاثنين. الشعب المصري العبقري.